المارين قبائل أمازيغية زناتية ما كانوش في المغرب، هما جاوا من الجنوب الشرقي ديال المغرب الأوسط، تيمو حنا ديال الجزائر اليوم. وهاد القبائل قبل ما يأسسوا الدولة طبعا كانوا تيتحركوا في هاد المجال، لأنه كانوا قبائل أغلبهم كان قبائل رحال، كانوا تيتحركوا بالإبل وبالغنم وتابعين فيما كانت ما ياكلوا هذوك البهائم. فإذن كانوا تيتحركوا في هاد المجال ديال من شرق المغرب الأوسط حتى الغرب المغرب الأوسط. اشتهرت هذه الدولة بأسماء أخرى كدولة بني مرين أو دولة بني عبد الحق أو الدولة العبد الحقية، نسبة إلى جد الأسرة المالكة الأمير عبد الحق بن محيو الذي أدخل قبائل بني مرين المنتمية إلى العصبية الزناتية إلى المغرب الأقصى بعد هزيمة الموحدين في معركة العقاب بالأندلس. كان ذلك سنة 609 هجرية، قادما إليه من موطن زنات الأصلية ببلاد الزاب بإفريقيا. فبداية القرن 13 وصلوا جهة تلمسان، بدأوا تتحركوا تما، لكن كتذكر المصادر أن هذه القبائل في واحد اللحظة من تاريخ المغرب اللي هي أيضا فاصلة اللي هي سنة 609 هجرية بالضبط، في هذه السنة و610 أيضا هذه القبائل دخلت للمغرب وكانوا أيضا يتحركوا بالماشية وبالجمال ديالهم في واحد المجال معروف في المناطق الشرقية من المغرب اللي هي تمتد من قرسيف وفيقيق وأحفير وأحيانا تتوصل حتى سجل الماسة في إطار ما يسمى بعملية الانتجاع، أي في صيف وشتوى تتحرك حسب الفترة التي توجد فيها الكلاء لهذه الجمال وباقي الماشية خاصة الأغنام اللي كانوا تعيشوا منها، كان هذا هو اقتصادهم الأساسي. و 609 علاش بالضبط؟ لأن 609 في تاريخ المغرب وبالأخص في تاريخ الموحدين هو الهزيمة ديال الجيش الموحدي في الأندلس أمام جيوش ملوك إسبانيا وبالأخص ملك قشتالة. هذه المعركة اللي كانت تسمى في كتب التاريخ المغربي معركة العقاب. وعلى العموم فإن دخول بني مرين بلاد المغرب الأقصى قد تم حسب جل المؤرخين في سنة 610 هجرية مباشرة بعد نهاية معركة العقاب التي انهزم فيها جيش الموحدين بالأندلس سنة 609 هجرية. وقد اعتبر هذا الدخول إذانا ببداية ظهور تحولات جذرية على طبيعة الخريطة القبلية بالمغرب الأقصى، وهو أيضا انطلاقة حقيقية للصراع بين القبائل المرينيين والسلطة الموحدية حول السيطرة على الحكم وتوسيع مجال النفوذ بالمغرب الأقصى.